عقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة أسيوط لطرح برنامجه الانتخابي. وخلال المؤتمر الجماهيري تم استعراض رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران بشأن العمل على مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النهارده كان أول مؤتمر جماهيري بعد إعلان البرنامج ووزع البرنامج وتقدمنا به مرة أخرى على لسان أكثر من متحدث. على رأس جدول اهتمامنا وأولوياتنا لو انتخبتني إن إعادة توزيع موارد الدولة بصورة متعادلة جغرافيا، وإن ما تكونش أسيوط في هذه المكان ولا في هذه المكانة، ويعاد للصعيد يعني اعتباره ويرد إليه اعتباره. إن إحنا مش بندعم شخص، إحنا بندعم مؤسسة حزبية من مجموعة من الأحزاب والمستقلين عندهم رؤية للتغيير الآمن السلمي الديمقراطي. إحنا ما عندناش عصاية سحرية، ومش بنقول إن إحنا أول ما هنيجي هنغير كل حاجة، بس على الأقل عندنا رؤية واضحة وعندنا استراتيجيات واضحة تخلي الكلام ده يتغير على الأقل على يعني في مدار الكام سنة اللي جايين.